누나. احتجاج باسم الشعب العراقي، باسم كل العراقيين، باسم كل الشرفاء والمخلصين لهذا البلد. سياسة إيران لازم أن تتوقف عن حدها. يوم أمس 13 طفل شهيد وجريح، 58 من أمام السفارة، من أمام القنصلية الإيرانية. نحتاج ونستنكر هذا العمل الجبان. إبراهيم رئيسي مو يقول ابراهيم رئيسي لحمكم لحمنا ودمكم دمنا، انتز لنا صواريخ تقتل اجمعنا. اي مسلم